السلام عليكم، معاكم ميس نيلي سعيد. لو أول مرة تتابعني اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز أول بأول. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل شير للفيديو. النهاردة إن شاء الله هنراجع مراجعة نص السنة لجونيور 5 لخمسة ابتدائي، تمام؟ هنراجع من ذا ماستر عشان أنا لاحظت إن أنتوا كلكم عايزين الإجابات. هنراجع من ذا ماستر. طبعا إدارة المنتزه واخدة يونت 1 و 2، إنما إدارة شرق واخدة يونت 1، سوري واخده يونت 2 بس. فانا هشرح ده وهوريكوا ده، هوريكوا الاجابه بتاعت الاثنين، تمام؟ احنا اول حاجه خالص هنشوف الدايلوجز. هو هنا حاطط سيليكشن كبيره من الدايلوجز، تمام؟ انا بس عايز اركز على بعض النقاط المهمه. يعني مثلا هنا لما يقول لي do you like eating dinner at home or in a restaurant، لما تلاقي بيخير، هو هنا مش بيقول لك هسأل بدو هجاوب yes I do no I don't زي ما انت متعود، لأ ده هنا في بيتخيرك، بيقول لك or انت بتحب تاكل في البيت ولا في الريستورانت. لما تلاقي كده حد بيخيرك حضرتك اختار على طول، فممكن تقول له at home او in a restaurant على طول، او تجاوب اجابة كاملة وتقول له I like eating، بحب اكل dinner at home او in a restaurant. ده مش سؤال اجابته yes و no، لأ ده تخير، يعني عايزك تشوف هتجاوب yes او هتجاوب هتختار صح ولا لأ. دي حاجة. تاني حاجة لما تبقى الإجابة فيها for ومدة، for ومدة، اعرف إن السؤال بهاو لونج، بهاو لونج، فتسأل بهاو لونج وبعدين تطلع بقى إيه هنا ماضي يبقى did. بصوا حبايبي الفعل ده، ما أنا يعني الجملة اللي قدامي يا فيها فعل مساعد يا ما فيهاش، يعني هنا ما فيهاش، تمام؟ لأن الأفعال المساعدة بتاعتنا إحنا عارفينها اللي هي verb to be am و is و are، وماضي was و were، verb to have و has، وماضيها had. انما فيرب تو دو ما بيظهرش، لا دو ولا داز ولا ديد، لما تيجي تجاوب ما بيظهروش غير في السؤال وفي النفي. وعندي كان وعندي ويل وكود، كل دي افعال مساعده، تمام؟ بما انه مش ظاهر في الجمله يبقى احنا فيرب تو دو. فيرب تو دو قدامك ثلاث حاجات، لو الفعل اللي قدامك في الباست في الماضي يبقى الفعل المساعد بتاعي ديد، طب مصدر يبقى دو، طب اخره اس يبقى داز، تمام؟ هنا ماضي يبقى ديد على طول. يبقى لو سؤال، لو السؤال اجابته فور ومده يبقى هسال بهاو لونج. طيب ادي الصفحه اللي بعدها، تمام؟ الاجابات اهي قدامك عشان لو في اي حاجه مش واضحه، وهنا كمان اهو. انا بس عايزه اقول الحاجات المهمه مش كل حاجه. طبعا انت لو لاحظت هتلاقي ان دايما بيديني الفعل في الماضي ويحطه لك ويطلب منك السؤال عشان تحوله مصدر، فهنا هيبان بقى مين مذاكر وحافظ الافعال. يعني gave give، تمام؟ في هنا سؤال بيقولي why didn't you come to school، ليه ما جيتش المدرسه؟ السؤال بواي غالبا مش اجابته مش مرتبطه بنفس الزمن اللي بيتسال فيه، يعني ليه ما روحتش المدرسه. انا هنا عايز اجاوب انا ما روحتش في الماضي، يعني هجاوب برضو في الباست، فهنا هقول له عشان انا كنت، واكتب بقى في الاسلوب اللي يعجبك. يعني انا قلت له هنا I was sick او ill، تمام؟ وهنا كمان مهمه جدا واحتمال كبير ان شاء الله يجي في الامتحان سؤال زي ده، يقول لي I was، عشان حضرتك تحولها لي في السؤال وتبقى where you. ما تنساش ان I was في الاجابه كانت في السؤال where you، يبقى where you، تمام؟ I was في الاجابه كانت في السؤال where you، ما تنساش. بص هنا كمان الإجابات أهي، بقيت الإيه الدايلوجز أهي، عشان الدايلوجز على فكرة هي اللي موجودة في إدارة شرق، هي اللي موجودة في إدارة المنتزه، هو بس زود عليها كام واحد زيادة، تمام؟ طبعا لما يديني وسيلة مواصلات حضرتك مجبر إنك تستخدم السؤال اللي بهاو، تمام؟ هاو يعني كيف، هاو دو يو جو، كيف تذهب. لما تلاقي إجابة بإيه بياس إت واز، يبقى السؤال شيل ياس واعمل الكروس ويبقى واز إت، خلاص. انا ممكن استخدم واي في السؤال بكلمه واي بس، بس الكلام ده فين؟ في الدايلوج مش في الري رايت، في الدايلوج ولا في الري رايت ولا هاو تو ميك ولا ميك كويستشنز، بس في الدايلوج اقدر اقول لك واي بس لما تلاقي الاجابه كده. بس طبعا المفروض انك تكتب ايه اجابه كامله، بس لو حابب تكتب واي كده تمام مفيش مشكله، ماشي؟ ايه تاني؟ ادي الاجابات بتاعه طبعا بقيه الدايلوجز. لما يقول لي رحت مع مين، Who did you go with؟ رحت مع مين؟ أنا أقدر أكتفي بكلمة my family أو my friends من غير ما أكتب إجابة كاملة. الإجابات بتاعة الأشخاص ديت أنا أقدر أكتفي فيها بالشخص ذاته بس. Who على طول اسم البني آدم، my friend، my family، تمام؟ أو اسم حد، أحمد، محمد، كده. خلاص؟
طيب ده لما ابقى بجاوب بهو. وادي الاختيارات، طبعا مش محتاجين نقول حاجه في الاختيارات دي، معتمده على حفظ حضرتك والجرامر بتاعك بس. عموما لو في حاجه واقفه اهي، اديني وريتك الاجابات بتاعتها. تمام، ودي دي بقيه الاختيارات، عشان عندنا اختيارات هنا يعتبر اليونت 1 ويونت 2 الاثنين، فكتير. ادي الاختيارات اللي تشوز. تمام، بقيه اللي تشوز. لو في بقى اي حاجه انت مش عارف اخترناها ليه، ممكن تكتبها لي في الكومنت تحت الفيديو، وانا هشوف وهرد عليك. انا بفرح جدا لما بلاقي الكومنتس بتاعتكم تحت الفيديو، وبحب ارد عليكم. تمام، ده لو في حاجه يعني مش واضحه او مش مفهومه ليه اخترنا دي. تعالى بقى نشوف الري رايت. ادي بقيه الاختيارات. عند الري رايت بقى احنا اخدنا اولا في يونت 1 البريزنت سيمبل، اخدناه بتفصيل تفصيله، فبالتالي توقع ان الامتحان هيبقى فيه بريزنت سيمبل اكيد ان شاء الله، يعني هيروح منك فين. تمام، طيب احنا ناخد كام حاجه كده. اولا never بتيجي مكان النفي، يعني لو حضرتك عندك في الجمله doesn't او don't، هتشيل الdon't وتحط never، هتشيل doesn't وتحط never وتزود s على الفعل بتاعك. تمام، لو هتحط كلمه زمن مكان كلمه زمن في البريزنت سيمبل مفيش حاجه بتتغير، يعني هنشيل هنشيل كلمه الزمن ونحط مكانها كلمه الزمن الثانيه. انما لو بنغير ما بين زمن وزمن، ده حاجات ياما هتتغير. ده انت عندك كلمه الزمن هتتغير والفعل بتاعك هيتغير لما تيجي هوريها لك. تمام، ساعات بيحب يغير الفاعل، يعني هنا بيقول لي ماي فريند مفرد، وهنا كانت ماي فريندز. طبعا المفرد بيجي معاها اس، انما الجمع هنشيل ايه؟ هنشيل الاس. طبعا هنا جمع فكانت مصدر، فلما حطينا مفرد زودنا اس. زي ما قلنا نيفر جت مكان دازنت، فطبعا حطينا نيفر وحطينا الاس، شلنا الداز وحطينا الاس. تمام، انما لما يبقى ماضي، هي اوريدي كانت ماضي هنا وعايزها بريزنت، فانا ارجع الفعل مصدر. طبعا عشان وي بيجي مع مصدر، انما لو كان هنا الفاعل هي او شي او ايت كنت زودت اس وشلت لاست وحطيت افري. هي دي الحاجتين الوحيدتين اللي بعملهم لما اكون عايزه اغير من زمن لزمن. انا عايزاك تبقى فاهم انت بتغير ايه، بتغير فاعل، بتغير بتنفي، بتغير زمن، لان كل حاجه من دي ليها حاجه بتتغير، مش كل حاجه في الجمله هتتغير على اساسها. فلما اكون بغير زمن هغير حاجتين، الفعل بتاعي هيتغير، وتاني حاجه كلمه الزمن كمان هتتغير. تمام، احنا اتفقنا ان نيفر بتيجي مكان النفي. ماشي، تعالى نشوف هنا الإجابات. أنا عندي هنا كان دي فعل مساعد، فبالتالي لما يديني سؤال إجابته يس إجابته يس ونو، أنا بحذف الياس أو النو وبعمل كروس وبكمل الجملة للآخر. لو في بقى ضماير بتتغير بغيرها، ما فيش ضماير بتتغير ما خلاص مش مشكلة، لأن الإجابة بتاعت يس ونو دي لما أجي أحولها لسؤال هي الإجابة بس كلمة يس أو نو، إنما الباقي ده كله يطلع تاني في السؤال زي ما هو. تمام، بس تاخد بالك دايما وانت بتحول ماي هتبقى يور، الضماير بتتغير، الضماير كلها بتتغير، هتلاقي هنا ضماير ياما عندك بتتغير، وتبقى فاهم انت بتغير الضمير ده ايه، ده ضمير فاعل وضمير مفعول ولا ضمير ملكيه بالساسف، يعني لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. ماشي، لما تلاقي الاجابه بقى once twice three times a week كلام من ده، يبقى السؤال كان بهاو often او every day، انا بلعب if I play football every day. ماشي، I always play football، يبقى السؤال كان بهاو often. ماشي، هاو often. طبعا was و were دي افعال مساعده، فانا بستخدمها في السؤال لو موجوده، فيقول لك when was your father born، طبعا الضمائر ما تنساهاش. خلاص، لازم تبقى مركز وانت بتحل عشان خاطر ما تتلخبطش. هنا الماضي بقى، دخلنا على يونت 2. بصوا بيقول لي حط yesterday، يعني عايزني احولها للماضي، يبقى اجري على الايه، على الفعل، على كلمه الزمن الثانيه واشيلها، ادي often موجود. تاني حاجه اروح على الفيرب بتاعي احوله للماضي. طبعا حضرتك لازم تبقى عارف ده فيرب هيتزود له دي ولا اي دي ولا اي دي ولا essentials، ولازم تحوله. فديت invites هنشيل الاس ونحط مكانها الدي بقى invited. كلمه الزمن بتاعت الباست بتيجي في حتتين، يا اما تيجي في اخر الكلام يا اما تيجي في اول الكلام. اعرف منين يا ميس؟ والله يا ابني بص عليها لقيتها in capital letter، يبقى هو بيقول لك حطها لي في الاول. لقيتها in small letter، حطها فين؟ في الاخر. هي يا في الاول يا في الاخر. خلاص، لما اجي انفي الجمله في الباست، يعني الجمله دي عندي ماضي، اعرف منين؟ قال لي لقيت دي اي دي اي اي دي، لقيت الفعل متحول للماضي
كirregular verb كفعل شاذ حضرتك بتحط didn't والمصدر didn't والمصدر لأن did لما تظهر الفعل يجي مصدر didn't والمصدر تمام فلازم تجيب المصدر من دي طبعا لو آخرها ايدي أو دي هتعرف تشيل الدي أو الايدي إنما لو هي فعل شاذ لازم حضرتك تبقى عارف الفعل بتاعك الافعال الايرجولر الشاذه دي موجوده في التايم بكسره يعني انت لو حفظت اللي في التايم بس كفايه قوي علينا على فكره طيب احنا قلنا تاني هنا هو نفس الكلام تمام اني هنا بقى الحته دي برضو هقولها لك اهي اني دي لما تلاقيه طالب منك اني كده هو طالب بشكل غير مباشر انك تنفي الجمله ركزوا حبايبي لما يقول لك استخدم اني يبقى هو بيقول لك ايه انفي الجمله يبقى في حاجتين هتتغير في الجمله دي اولا هنفي فلو لقيت الماضي هحط didn't والمصدر ثانيا هشيل some وحط مكانها any ما هي any بتيجي مكان some any بتيجي مكان some نقول تاني لما لاقي طالب مني استخدم any اعرف ان هو عايزك تنفي الجملة فتعمل حاجتين تبص على الزمن بتاعك لقيته ماضي يبقى هنفي didn't وحط المصدر من الفعل اللي عندي وبعدين اروح عند some اشيلها وحط مكانها any تمام كده بس انا بقول لكم بس الحاجات الايه المهمة انما الباقي طبعا انتوا كلكم اكيد مذاكرين تمام شفتوا الإجابات هنا اهي هنا مفيش حاجة نزيد نقولها لا بص هنا السؤال ده مهم احتمال يجي في الامتحان زيه ان شاء الله بيقول لي ايه بيقول لي I could swim when I was 10 I could swim when I was 10 على فكرة والله أنا بحاول أعمل الموبايل بشكل رأسي عشان خاطر الصورة تطلع لكم معرفش إيه اللي بيخليها تلف يعني مش فاهمة والله لو حد عنده فكرة يقول لي لأن أنا حاولت بكل الطرق وبرضو ساعات بلاقي الصورة معمولة بالعرض تمام مش قصدها هي مش أكيد مش هضايقكم المهم بيقول لي I could swim when I was 10 وبيقول لك اسأل بوين اسأل بوين طيب انا هنا عندي could وcould ده فعل مساعد انا هستخدمه يعني هعمل الكروس بتاعي يبقى هقول له when could you swim امتى كنت بتعرف تعوم هيقول لي when i was 6 او سوري when i was 10 وطبعا i برضو هتبقى you ده سوري دي الاجابه قصدي when i was 10 دي الاجابه فاقول له when could you swim امتى كنت بتعرف تعوم طبعا ادي الايه الباسجز اعتقد سهله مش محتاجين نتكلم فيها انا بس عايزه اوريكم الاجابات ماشي اهي الاجابات تمام طبعا انت ما تعملش كده بقى وتسكت لا ده انت تاخد الاجابه وتحطها قدام السؤال تحتها هنا انا بعمل كده بس عشان الوقت كنت بختصر لاني حليتهم في وقت بسرعه جدا ف ما كانش ينفع ضيع وقت ادي كمان الستوري وانا اوريدي عملتها معاكم ورجعتها معاكم بس برضو عشان اللي حابب ياخد الاجابات اهي دي اجابات من الاخر يعني مختصره ما فيش بعدها اختصار بعد كده تمام ودي الاجابات تاني ماشي بقيت الاجابات اهي بتاعت الستوري للناس اللي عليها تشابتر 1 و 2 زي اداره شرق انما اداره المنتزه عليها تشابتر 1 بس كتر خيرهم عليهم يونتين اساسا هنا بقى ميك كويستشن وده السؤال الجديد اللي جاي لنا في الامتحان ده جاي في الاخر خالص في اخر سؤال بيبقى اعمل ايه ميك كويستشن وبيحط لي سؤالين اللي هو يا ربي اللي قبل الاخير لانه يعتبر لسه في الدايلوج وراه بيقول لي اعمل سؤال تمام فبيقول لي هنا ايه بص ده زيه زي الري رايت زيه زي الدايلوج هو نفس السؤال مش جديد بالنسبه لنا بس هنا عندي كام حاجه عايزه اقولها لك عندي سؤال بتاع ايامن انجينير لما حد يقول لك انا بشتغل كذا السؤال كان ايه قال لي ده بيتسال باكتر من طريقه لما يقول لي اي ام يبقى وات ار يو ماذا انت يعني ماذا انت تفعل هي مش معناها انت ايه يعني انت بتشتغل ايه وات ار يو قال لي هي از يبقى وات از هي يا اما اقول له وات از يور جوب مش هو بيقول لي اي ام يبقى يور جوب بكلمك انت قال لي هي از يبقى هيز جوب شي از يبقى هير جوب ما هي وظيفتها يا اما اقول له وات دو يو دو لو بكلمك انت وات داز شي دو لو بكلمها هي خلاص يبقى دي ثلاث اسئله بتسال عن الوظائف تمام لما يقول لي كده اي وان تو ليرن سبانيش مش دي لغه لما يقول لك اسال بويتش ويتش دي يا حبايبي ما بتمشيش لوحدها كده مش تايهه هي ملهاش اهل لا ليها اهل لازم ويتش يجي معاها الكلمه اللي بسال عنها ويتش معناها انهي ايه يا حبيبي ويتش ايه يا بابا اللي انت بتسال عنه فلازم يجي معاك الكلمه اللي بسال عنها احنا هنا بنتكلم عن ايه عن لغه يبقى ويتش لانجويج
which language عايز تعتبرها مادة يبقى which subject ما فيش مشكلة تمام، بس which حاجة which language، وبعدين نكمل بقى عندي do you want to learn خلاص. والسؤال بتاع what kind ده مهم جدا عشان ما عداش علينا كتير على فكرة. what kind يعني ما نوع، ولازم يجي وراه of والحاجة اللي بسأل عنها. what kind of ايه ما نوع الايه، what kind of ايه اللي انت بتسأل عنه. يعني انا هنا بيقولي I have straight hair، انا شعري مفرود، طيب يبقى انا بسأل عن الشعر، فأقول لك what kind of hair ما نوع الشعر، وكمل اللي هي do you have. يقول لي مثلا انا فستاني احمر، يبقى what kind of clothes، او سوري فستاني fashionable، اقول له what kind of clothes do you wear اللي بتلبسها. ماشي، يبقى لما يجي لي what kind اقول له what kind of، واسأل عن الحاجة اللي بيسأل عنها. وادي بقية الأسئلة. طبعا how many لازم يجي وراها الكلمة الجمع اللي بسأل عنها. طب فين يا ميس الكلمة الجمع؟ قال لي يا حبيبي روح دور على الرقم، الرقم عندك 3 خد اللي بعده هو ده الجمع. ماشي، يبقى how many لازم يجي وراها الكلمة الايه الجمع اللي موجودة بعد الرقم. و how often قلناها. ادي بقى الايه الباراجراف. الناس اللي عمالة يا ميس اعملي لنا مراجعة على الباراجراف، يا ميس عايزين تجميع للباراجراف. انا عايز اقول لكم حاجة، اولا الباراجراف ده عامل زي موضوع التعبير اللي عندنا، معتمد على حصيلة كلماتك مش معتمد على المنهج. الباراجراف ممكن يجي ملوش علاقة بأي حاجة من اللي احنا أخدناها، معتمد على انك تعرف تعمل جملة صغيرة. انا بس كل طلبه منكم، انت هتلاقي اوريدي كلمات عطيها لك. على فكرة الكلمات دي انت مش مجبر تستخدمها، يعني مثلا جاتني كلمة مش عارفة احطها في وسط الكلام عديها اعتبرها مش موجودة وكمل عادي يا سيدي، مش عايزين نضايقك. دي محطوطة تساعدك تعمل جمل مش تعجزك، فمش عارف تكتبها ما تكتبهاش يا اخي عادي ما فيش مشكلة. خلاص ادي الاجابات، اعملي بس ايه المطلوب منك. لو لقيت عنوان حطه في نص السطر وحطه تحت خط، وابتدي دايما سيب سبيس في اول جمله ارجوك، وده باراجراف، الباراجراف بيتساب فيه سبيس في اول جمله. بعد كده امشي ورا بعض عادي، اعمل جمل صغيره يا حبيب والديك، اعمل جمل صغيره ما تكبرش الجمله عشان ما تغلطش فيها. يعني هتلاقي كار هقول لك اي جو باي كار، هتلاقي فاميلي اي جو وذ ماي فاميلي، هتلاقي واتش وبلاي اي واتشد ا بلاي او اي واتش بلاي. ماشي، اكتب جمل صغيره، فاعل وفعل ومفعول يا حياتي، ما تطولش، مش تروح تحط لي كل دول في. يعني يقول لي مثلا واحد يقول لي last week I went with my family by car to the theater، يا سلام خلص خلاص الباراجراف، هتكمل منين الخمس جمل اللي هو طالبهم؟ طب لازم كمان تزود لي على الخمس جمل دي جمله او اتنين. طب يا ميس اجيبهم منين يا حبيبي؟ لو لقيت عنوان استخدمه، I like my school the teacher's work is مثلا good. ماشي، I want to be a teacher، انا عايز ابقى استخدم العنوان اللي اعطيه لك في جمله. I like it is fun I enjoy مثلا الحاجة اللي هو يعني هو قالك هنا أنا اتفرجت على play مسرحية I enjoy the play استمتعت بالمسرحية I enjoy the time استمتعت بالوقت. خلاص ادي بقية الباراجرافز اهي بإجابتها. طبعا ما فيش حاجة اسمها بتتحفظ، انت بس تشوف الجمل مكتوبة ازاي وتحاول تعمل زيها. تمام، وزي ما قلت لك الكلمة اللي ما تعرفش تستخدمها ما فيش مشكلة ما تستخدمهاش. دايما بيجيب لي جم الباراجراف اللي هو بتاع الفوتبول ده والالعاب كلها بوجه عام، مش ضروري الفوتبول يعني، فتلاقي كلمه براكتس، وبراكتس معناها بيتمرن. خلاص، وتقول له ايه اي براكتس وانس ا ويك توايس ا ويك زي ما انت عايز. كلمه تيم يعني فريق، فاقول لك اي بلاي وذ ا تيم بلعب مع فريق. كلب يعني نادي، اي بلاي ان ا كلب ماي فيفرت. ماي فيفرت دي لازمها حاجه، ماي فيفرت ايه؟ شوف هو بيتكلم على ايه. فوتبول يبقى سبورت، يبقى ماي فيفرت سبورت. ماده يبقى سبجكت، شوف هو بيتكلم على ايه. بالنسبة للامتحانات إجابتها أهي تمام، ومفيش بقى خلاص جديد. أدي إيه الإجابات. المهم الباراجراف زود لي بس عليه، ما تخليهمش 5 sentences بس، لأ زود عليه شوية كمان. أهي الإجابات. على فكرة الشيت بتاع إدارة شرق هو هو نفسه الأسئلة اللي موجودة هنا تمام، بس أنا برضو هوريكم الإجابات عشان الناس اللي جابت الشيت بتاع إدارة شرق. ادي بقيه الاجابات اهي. تمام، السؤال بقى هاو ماتش. هاو ماتش هنا مقصود بيها كام السعر، فيقول لك ايه الإجابة؟ it costs تكلفتها، وطبعا it حطينا اس، فقلنا it costs 3 pounds. خلاص، يبقى how much does it cost
How much does it cost? تمام؟ وده السؤال بإيه؟ بhow much. How much يعني إيه؟ بكام؟ وادي الإجابات هنا قبل ما أغير. أهو. لو جاب لي أكل أقول له I eat كذا، جاب لي حاجة بتتشرب أقول له I drink كذا، ده الكلام ده فين؟ في الباراجراف. خلاص؟ أنا شايفة إن ده مهم قوي اللي هو بتاع التورست اتراكشن ده، A visit to Luxor مثلا. فبصوا هنا الكلمات كلها سهلة، بيقول لك my last summer holiday أجازتي اللي فاتت، visit Luxor, family, see, temples يعني معابد، فأقول لك I went to the temples أو I saw the temples لو إحنا بنتكلم في الماضي. I went on a trip، أنا رحت في trip، أو I go on a trip لو بنتكلم في الماضي. Visit old لو محتاس فيها اكتب old places زي ما أنا كتبت كده، ما تضايقش نفسك. ماشي، وآدي آخر امتحان أهو، ودي الإجابات بتاعته. تعالوا بقى نشوف إيه الأسئلة بتاعت إدارة شرق. آدي يا جماعة هي شرق عشان تبقوا شايفينها. طبعا زي ما احنا شفنا الديالوجز هي ادي الاجابات بتاعت برضو على فكرة الاختيارات هي بس برضو عشان ايه تبقوا واثقين ومطمئنين اهي الاجابات اهي نفس الاختيارات هي ما غيرش حاجة اهي تاني وادي الاجابات بتاعت الباست نفس الكلام اللي انا قلته مفيش حاجة هتتغير تمام بقول لحضرتك ايه مش عشان انت ما اخدتش اليونت 1 يبقى ما علناش البريزنت سيمبل لا ابسولوتلي خالص ده حضرتك البريزنت سيمبل ده معاك الى الابد يعني طول ما انت طالع هتاخد بريزنت سيمبل هتتسأل عليه فلازم تبقى مذاكره تمام وبرضو هي القطع موجودة هي ما اتغيرتش اهي الاجابات برضو هي عشان كده انا مش هقول هنا حاجه زياده ولا حاجه وادي الستوري دي احنا راجعناها مع بعض وبرده دي اجابات من الاخر ما في مختصره تماما مش هتحتاج تكتب حاجه بعد كده اهي دي الستوري بقيه الستوري ودي اللي make questions اعمل اسئله نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا بس في حاجه زودها زياده السؤال بهو ده حبايبي ليه طريقتين لان انا اسال بيهم ليه طريقتين اسال بيهم لو بصيت على الجمله ولقيت الجمله فيها فاعل واحد يعني فيها شخص واحد بس اللي هو الفاعل بتاعي ساعتها اقدر اشيل الفاعل واحطه هو واكمل الجمله ماشي اشيل الفاعل واحطه هو واكمل الجمله انما لو لقيت في اكتر من شخص يعني هنا بيقولي I go to school with my brother في I وفي my brother تمام قال لي ساعتها اعمل كلمه جمله سؤال كامله يعني ادي كلمه السؤال وادي الفعل المساعد وادي الفاعل وادي الفعل بتاعي فهنا بيقولي I go to school يبقى who do you go to school with بتروح مع مين انما لما يقولي محمد ate the salad محمد اكل السلطه فاقول لك هو اشيل محمد واقول هو واكمل عادي ate the salad من غير ما ازود اي حاجه اشيل بس الفاعل واحطه هو واكمل الجمله انما لما يبقى عندي شخصين اشيل الاولاني سوري اشيل التاني واسال عنه واعمل جمله سؤال كامله ادي عندي هنا بقيه الاسئله وادي الباراجرافس هتلاقي هي على فكره بس هو هنا مش حاطط غير صفحتين بس انما هناك حاطط ياما مزود هناك في طبعا عشان دول 2 يونتس انما هنا 1 يونت فمش حاطط كتير وادي الامتحان برضو هتلاقي سبحان الله هي نفس الامتحانات مفيش تغيير عشان ما تحتس برضو اهي مفيش تغيير اهي تمام ادي الاجابات انا لما بلاقي حاجه مهمه بتكلم عنها اللايبرري اظن مفيش اسهل من كده انا رحت اللايبرري I went to the library I went with my friends we have a... لما تلاقي كلمه happy time على طول I have a happy time ماضي يبقى I had a happy time تمام
اهي بقيه الاجابات. وهنا بيتكلم برضو عن my school، مدرستي، واخر امتحان اهو. طبعا هنا عشان يونت واحد فالامتحانات على قد اليونت ده، ادي اخر حاجة في اليونت. وهنا بيتكلم عن الويتر، وكلمة ويتر يعني جرسون، هناخدها في التايم. ويتر يعني جرسون، وده بيشتغل in a restaurant وبيلبس يونيفورم، بيقدم المينيو على تري صينية، وبيقدم فود عشان هو helpful، وبيحط البليتس بايه، بيحط الفود في بليتس وفي بوتس. تمام كده، احنا بكده نكون خلصنا الايه، الفاينل ريفيجن في المراجعتين اهمت، المراجعتين واحدة بتاعت شرق وواحدة بتاعت ادارة المنتزه. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم. طبعا انا حليت ده في وقت قياس عشان الحق انزل لكم الفيديوز. كان معاكم سنيلي سعيد، لو اول مره تشوف الفيديوز بتاعتي اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز اول باول. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل لايك، اعمل شير للفيديو وفيد بيه زمايلك اللي معاك في الكلاس، لان الناس كلها محتاسه مش لاقيه الاجابات بتاعه المراجعه. تمام، بفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. اتمنى ان اكون قدرت اساعدكم. السلام عليكم ورحمه الله.